ورحبوا بكم مشاهدين الكرام في أخبار السادسة، تأتيكم من مركز أخبار قنوات أبوظبي، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنئان حاكم عام جزر سليمان بذكرى استقلال بلاده. الجيش الأوكراني يعلن تعزيز روسيا أسطولها في البحر الأسود، وزيلينسكي يؤكد على فعالية الأسلحة الغربية التي أرسلت لقواته. السلام عليكم ورحمة الله. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة السير ديفيد فوناكي الحاكم العام لجزر سليمان، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة السير ديفيد فوناكي. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي مناسي سوغافاري رئيس وزراء جزر سليمان. أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له بعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، وأسفر عن مقتل جنديين مصريين وإصابة عدد من قوات حفظ السلام المصرية. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأعربت الوزارة عن تضامنها الكامل مع البعثة المصرية التي تشارك مع قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام وتقديم العون الإنساني في مالي. كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة ولأهالي وذوي الضحيتين في هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر: ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبو ظبي، استعرضنا في بدايته نتائجنا الاقتصادية مقارنة بما قبل الجائحة، 47% نمو صادراتنا غير النفطية، 16% نمو الاستثمار الأجنبي، 126% نمو الشركات الجديدة المسجلة في الدولة، اقتصادنا بخير وينمو ومسيرتنا في تصاعد بحمد الله. وأضاف سموه: وخلال الاجتماع أقررنا اعتماد قروض سكنية للمواطنين بقيمة 2,400,000,000 درهم خلال 6 أشهر القادمة بواقع 500 مستفيد شهريا. هدفنا إنجاز 13,000 منزل من برنامج زايد للإسكان خلال السنوات القادمة، وستستمر مسيرة دعم المواطن بإذن الله. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: وأقررنا اليوم ضمن المجلس قرار إجازة التفرغ للمواطنين العاملين في الحكومة الراغبين في إدارة أعمالهم الحرة، الإجازة تبلغ عاما كاملا بنصف الراتب مع الحفاظ على الوظيفة. هدفنا تشجيع شبابنا على الاستفادة من الفرص التجارية الضخمة التي يوفرها اقتصادنا الوطني. وأضاف سموه: وشهدت اليوم توقيع اتفاقيات أداء لعدد من الوزراء، الاتفاقيات تنص على إنجاز مشاريع الوزارات التحويلية وعددها 36 مشروعا جديدا خلال 6 أشهر إلى 12 شهرا بحد أقصى في دورات استراتيجية قصيرة للحكومة لتمكينها من الاستجابة لكافة المتغيرات بسرعة ومرونة أكبر. واختتم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله سلسلة تغريداته بالقول: وكان أفضل ختام ليومنا تكريم أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك كأهم شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين في الدولة. رحلة الشيخة فاطمة في تمكين المرأة الإماراتية تمثل نموذجا استثنائيا في هذا المجال على المستوى الإقليمي والعالمي.
بدأ الحجاج بالتوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، حيث يستقر مليون حاج وسط استعدادات مكثفة قامت بها السلطات السعودية. ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام. وسمحت السلطات السعودية لمليون مسلم تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بينهم 850,000 أتوا من الخارج بأداء فريضة الحج هذا العام بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب الوباء. وللمزيد من التفاصيل حول شعائر يوم التروية والاستعدادات الأخيرة لوقفة عرفات، ينضم إلينا عبر الهاتف خلفان الكعبي موفد قنوات أبوظبي إلى الأراضي المقدسة. خلفان، بداية حج مبرور إن شاء الله وذنب مغفور وسعي مشكور. اليوم هو يوم التروية، ماذا يفعل الحجيج اليوم؟ السلام عليكم. نعم زميلي سهيل، عسى الله يتقبل إن شاء الله منا ومنكم صالح الأعمال. آمين. زميلي سهيل، نحن الآن باتجاه مشعر منى وباتجاه أخواننا الحجيج اللي سبقونا إلى المخيمات منى تقريبا الساعة 11 صباحا. أود في البداية زميلي سهيل أني أوضح معنى يوم التروية. سابقا الحجاج في هذا اليوم واللي يصادف يوم الثامن من الحجة يتزودون ويرتوون بالماء ليلبي حاجتهم في أداء باقي المناسك، وذلك لندرة المياه سابقا كما تعلم. اليوم الحمد لله الماء صار يصل إلينا، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى والتسهيلات اللي نشهدها من المملكة العربية السعودية في تسهيل وتيسير الأمور وتقديم كافة الخدمات للحجاج في مختلف جنسياتهم. ومساعي المملكة يعني دائما كبيرة ونتابعها حقيقة. صف لنا الأجواء خلفان، ما هي الأجواء الروحانية الموجودة؟ نعلم أن السنة الماضية والتي قبلها بسبب جائحة كورونا كانت الأعداد محدودة، ومن داخل المملكة العربية السعودية اليوم هناك 850,000 حاج من خارج المملكة، 150,000 من داخل المملكة، مليون حاج. ما هي الأجواء الروحانية في الأراضي المقدسة؟ الأجواء الروحانية موجودة وإيمانية، والجميع يتبع ويقتدي بسنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. أبا أكلمك أو أنوه على شغلة جميلة. تفضل. بما يتعلق بمكتب الحجاج الإماراتي. نعم. اللي هم موفرين كل كبيرة وصغيرة يحتاج إليها الحاج من وعاظ، يدلونا ويرشدونا ويذكرونا واللي نبحث عنه من فتاوى. وأيضا هناك خدمات طبية تتابع جميع الحجاج، وأيضا هناك رقابة غذائية تهتم بالمواد الغذائية وجودتها اللي تقدم للحجاج. بكلمك عن الأجواء الروحانية، هي الحين نحن منطلقين وإن شاء الله أن بنوصل هناك وبننقلكم صورة مختلفة والأجواء اللي بإذن الله. وسنكون معك أيضا على تواصل خلفان، لكن حدثنا ماذا سيحدث أيضا يوم غد إن شاء الله. اليوم تقريبا بنصلي المغرب، بنكون موجودين قبل الغروب طبعا هناك، بنصلي صلينا العصر واحنا منطلقين الحين الى منى، بنصلي المغرب ان شاء الله وبنصلي العشاء، وبنقضي طبعا الوقت هذا بالدعاء والاستغفار والتقرب الى الله سبحانه وتعالى، ومن ثم ننتظر الى الشروق، شروق الشمس يعني يوم عرفه، من ثم ننطلق إلى المكان المخصص لنا كبعثة إماراتية في عرفة. نعم. تقبل الله طاعاتكم. كنت معنا خلفان الكعبي من مكة المكرمة مع وفد الدولة للحج، شكرا جزيلا لك. ونقف الآن عند آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والمستمرة منذ فبراير الماضي. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس إن المدفعية الغربية التي تلقتها بلاده بدأت العمل بفاعلية كبيرة. وتابع زيلينسكي بأن هذا يؤثر بشكل كبير على الإمكانات الهجومية للجيش الروسي، كما أشار زيلينسكي إلى تدمير الجامعة التربوية في مدينة خاركوف بشمال شرق أوكرانيا خلال ضربة صاروخية روسية أمس.
في الشأن ذاته قال الجيش الأوكراني إن روسيا عززت أسطولها في البحر الأسود. ونقلت صحيفة محلية عن قيادة العمليات الأوكرانية في الجنوب أن موسكو زادت من وجودها العسكري في البحر الأسود بخمس حاملات صواريخ وغواصتين وسفينة هجومية برمائية واحدة. وفي سياق متصل، وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى بالي اليوم للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين. ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع كبار الدبلوماسيين من جميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، ومن بينهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ونظيره الصيني وانغ يي. وحاول الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو التوسط بين روسيا وأوكرانيا وزار البلدين الأسبوع الماضي، كما حذر من أن حدوث أزمة غذاء عالمية قد تلقي بشعوب الدول النامية إلى هاوية الفقر المدقع على حد قوله. نشرة السادسة متواصلة وفيها بعد قليل. جونسون يستقيل من زعامة حزب المحافظين بعد حملة استقالات جماعية في حزبه وحكومته. الغريبة اللي ممكن نحس فيها احنا نسميها اعراض كاذبة، يمكن ما يكون عندهم العوارض بس عندهم هالخوف هالوسواس. شو هن الاعراض اللي لازم فعلا الشخص يروح فيها على الطوارئ؟ طبيب الطوارئ مشغول بانقاذ حياة شخص اخر. اخاف تطلع مشاكل زيادة. بس نحن نكبت الاشياء جواتنا بتبلش هي تسبب لنا المشاكل. صراحة ضايع. انت قل لي شو اللي مضيع؟ تعطنا الاسئلة احنا بنجاوب ونحن بنهتم. بس خلص. للصحة عنوان، الموسم الثالث غدا 8:30 مساء بتوقيت أبوظبي، 7:30 بتوقيت السعودية على قناة أبوظبي. يقال أن التاريخ هو أحداث الماضي، لكن الحقيقة أعمق من كذي، لأنه قصص وأسرار، عادات وأحداث، دراسات وأثار. ما زال يخبرنا عن مواقع ووقائع غيرت شكل حاضرنا. ما بين قصور وصخور كتب التاريخ سطور. إرث الليلة 9:30 مساء على قناة الإمارات. أهلا بكم من جديد. وقبل مواصلة النشر، هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنئان حاكم عام جزر سليمان بذكرى استقلال بلاده. الجيش الأوكراني يعلن تعزيز روسيا أسطولها في البحر الأسود، وزيلينسكي يؤكد على فعالية الأسلحة الغربية التي أرسلت لقواته. أفاد بيان عسكري عراقي أن اثنين من تنظيم داعش الإرهابي قتلا في عملية للجيش العراقي في محافظة نينوى شمال بغداد. وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي أن قوات في قيادة عمليات نينوى تمكنت من قتل اثنين من عناصر داعش. ووصف البيان هذه العملية بالاستباقية والمهمة من أجل تجفيف منابع الإرهاب. وفي لبنان، أعلن الرئيس ميشيل عون أن مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل ستنتهي قريبا مع التوصل إلى حل يرضي الجميع. وقال عون إنه يجب على الطرفين أن يكونا راضيين عن الحل المتعلق بترسيم الحدود، وإلا ستتحول المسألة إلى وضع يد لطرف على الآخر بحسب وصفه. يذكر أن الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين قد زار بيروت في 13 يوليو والتقى كبار المسؤولين اللبنانيين لبحث تسوية الأزمة.
وإلى المملكة المتحدة، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم تخليه عن زعامة حزب المحافظين وبقائه في منصبه إلى حين اختيار قيادة جديدة. ويأتي ذلك بعد أن أعلن نحو 60 من أعضاء الحكومة استقالتهم منذ الثلاثاء في حركة جماعية غير مسبوقة في التاريخ السياسي البريطاني. التفاصيل في سياق التقرير التالي. تباعا توالت استقالات الوزراء والمستشارين البريطانيين في حزب المحافظين وحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، ونجحت في الإطاحة به من منصبه في قيادة حزب المحافظين. تحت هذه الضغوط والتي كان آخرها إعلان 5 وزراء استقالاتهم، يرتفع سقف عدد المسؤولين المستقيلين من الحزب والحكومة البريطانية منذ الثلاثاء إلى 60. الاستقالات الاحتجاجية التي شهدتها بريطانيا تأتي عقب تخبط بوريس جونسون في فضائح واتهامات بالكذب المتكرر، بالإضافة إلى إقامته حفلات في مكتبه ومقر إقامته في 10 داونينج ستريت، منتهكا قوانين الإغلاق الصارمة المتعلقة بكوفيد-19، وما تبع ذلك من انتقادات بأن جونسون لم يبذل جهدا كافيا لمعالجة التضخم، حيث يكافح العديد من البريطانيين للتعامل مع ارتفاع أسعار الوقود والغذاء. وفي الوقت الذي أعلن فيه جونسون استقالته من قيادة حزب المحافظين، فإن بقاءه كرئيس للوزراء سيستمر حتى الخريف في انتظار انتخابات زعيم حزب المحافظين التي ستجري هذا الصيف، وليحل الفائز محل جونسون بحلول أكتوبر القادم. وسبق استقالة رئيس الوزراء البريطاني بحسب المصادر ذهاب بعض الوزراء إلى داونينج ستريت ليخبروه بوجوب رحيله، وشجعه أحد الوزراء على خروج يحفظ له كرامته بأن يحدد بنفسه جدولا زمنيا في ظل مطالبة نواب محافظين في البرلمان البريطاني باستبدال جونسون على الفور، بدلا من السماح له بتصريف الأعمال حتى الخريف. نشاطنا متواصلة وفيها بعد قليل في الاقتصاد. الإمارات سادس أغنى دولة في العالم بحسب البنك الدولي. فأنت ليس بغريب على هذا الموقع، فأنت ابن شيخ زايد المؤسس، وأنت شقيق المرحوم الذي حمل الراية من بعده. عاشرناك خلال هذه المدة، وهي مدة عصيبة، نحن بجانبك في هذه المسيرة. إن شاء الله دولة الإمارات وشعبها في مأمن وفي موقع، الحمد لله على بركة الله إن شاء الله. ونبارك لك ونبارك لأنفسنا بقيادتك لنا برئاستك دولتنا. ربي يوفقنا لما فيه خير البلاد. وهلا مرحبا بكم مجددا، ونصل الآن إلى المحطة الاقتصادية، يصحبنا فيها الزميل حامد رعاب. تفضل حامد. شكرا سهيل، وحياكم الله مشاهدينا في المحطة الاقتصادية بعد هذه الوقفة. أهلا بكم.
نالت الإمارات المركز السادس عالميا على قائمة أغنى دول العالم، والتي نشرها موقع ميشيغان سبورتس زون، استنادا إلى نصيب الفرد الواحد في كل دولة من ناتجها المحلي الإجمالي في نهاية عام 2021، وذلك بحسب بيانات صادرة عن كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وبلغ نصيب الفرد الواحد في الإمارات من الناتج المحلي الإجمالي 74,240 دولارا حتى نهاية العام الماضي، لتنال بذلك المركز السادس على قائمة أغنى دول العالم، متفوقة على النرويج التي جاءت بالمركز السابع، وبلغ نصيب الفرد من ناتجها المحلي الإجمالي 69,170 دولارا. أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم عزمها تركيب رافعات علوية آلية متعددة الوظائف في موقعها في جبل علي، في خطوة هامة نحو أتمتة الرافعات المستخدمة في عمليات صهر الألمنيوم وتعزيز الكفاءات التشغيلية لعقود قادمة. تعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على استبدال 16 رافعة مستخدمة منذ 25 عاما، لتستخدم بدلا منها 14 رافعة آلية جديدة فقط تتميز بإمكانية تحديد الموقع تلقائيا، وتمتلك قدرات استشعار متطورة، كما ستعزز قدرات الرافعات الآلية الجديدة السلامة والكفاءة التشغيلية. بيّنت دراسة أجراها موقع أرقام الاقتصادية المكافآت لكبار التنفيذيين للشركات المدرجة في أسواق الأسهم الإماراتية في قطاعات عدة من البنوك والعقار والاتصالات والخدمات والاستثمارات والخدمات المالية، حصلوا على أعلى المكافآت والرواتب خلال 2021، وكانت أكثر 10 شركات كالتالي: أعمار على رأس القائمة والتي بلغت مكافآت ورواتب 13 من كبار التنفيذيين ما يقارب 90 مليون درهم عن العام 2021. بنك أبو ظبي التجاري كذلك 12 من كبار التنفيذيين حصلوا على 70.5 مليون درهم، ومنها مستحقات من العام الماضي. بنك دبي الإسلامي كذلك 65,100,000 درهم المكافآت والرواتب 17 من كبار التنفيذيين. ثم مجموعة اتصالات 9 من كبار التنفيذيين حصلوا على 62,700,000 درهم. ثم بنك الإمارات دبي الوطني أكثر من 50,700,000 درهم ل 12 من كبار التنفيذيين في الشركة. في المرتبة السادسة مصرف الشارقة الإسلامي 40,400,000 ل 13 من كبار التنفيذيين كرواتب وكذلك مكافآت عن العام 2021. أبو ظبي الوطنية للطاقة طاقة حصل 11 موظف من كبار التنفيذيين على أكثر من 37,700,000 درهم. تبريد في المدرجة في سوق دبي حصلوا على 35,600,000 درهم 23 من كبار التنفيذيين، وحققت أرباح أكثر من 585 مليون درهم. بنك أبو ظبي الأول كذلك 8 من كبار الموظفين التنفيذيين حصلوا على 30,800,000 درهم، ومنها مستحقات عن العام الماضي 2020، والدار العقارية في سوق أبو ظبي التي حققت 2,315,000,000 درهم. 4 من كبار التنفيذيين حصلوا على 30,700,000 درهم كمكافآت. وهذه البيانات من ضمن بيانات الحوكمة التي يتم نشرها تباعا في كل قوائم مالية. وإلى استعراض إغلاقات أسواق الأسهم الإماراتية مشاهدينا في كل من أبو ظبي ودبي، تباين الأداء بين انخفاض خفيف في سوق أبو ظبي ب 13% عند مستوى 9222 نقطة، وارتفاع ب 1.5% عند 3108 نقاط في سوق دبي للأوراق المالية. حجم التداولات في سوق أبو ظبي بلغ 142 مليون سهم اليوم، تداولاتها سوق أبو ظبي وصلت إلى أكثر من 1,170,000,000 درهم. أما في سوق دبي للأوراق المالية مشاهدينا، ف 103 ملايين سهم بلغت قيمتهم 296 مليون درهم. أظهرت بيانات صادرة عن الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات أن نشاط المصانع العالمي تباطأ في يونيو بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية وضغط التضخم والوباء. وأظهرت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي لشهر يونيو
قد انخفض إلى أدنى مستوى في العام إلى 52.3 النقطة، منخفضا 1.20 النقطة المئوية عن مايو. إلى هنا مشاهدينا نأتي إلى نهاية محطتنا الاقتصادية، شكرا للمتابعة وعودة إلى السهيل. تفضل السهيل. شكرا لك حامد، ونحن بدورنا وصلنا إلى ختام نشرة السادسة، شكرا على حسن المتابعة، في أمان الله.